أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بعضهم أن الإسلام جاء برفع العتق، فما صحة هذا القول؟ جاء إيش؟ برفع العتق. كيف برفع العتق؟ الإسلام أمر بالعتق، الإسلام أمر بالعتق ورغب فيه، أو رفع الرق، لأن بعضهم يقول الإسلام رفع الرق وإنما أبقى بعضه مجاراة تدرج، هذا كلام باطل، كما يقول سيد قطب وغيره في ظلال القرآن، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الرق هذا ثابت في الشرع وفي الشرائع السابقة، ما ينكره أحد إلا جاهل أو ملحد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.